فهد المطوع رئيس نادي الرائد مع الزميل سويلم العزي من قدك يا عم فهد. العب فايز اليوم. أبارك لنادي الرائد والمحبين وجماهير نادي الرائد وأقول نادي الوحدة هارد لك. الحقيقة المباراة اليوم كانت شيقة، الشوط الأول أعتقد أننا سيطرنا عليه بالكامل، يعني لعبنا صراحة مستوانا الحقيقي الشوط الأول كان يمكن أقدر أقول لك بالكامل لنا الشوط الأول. الشوط الثاني المدرب طلب من اللاعبين أنهم يكملوا على نفس الرتم اللي كانوا لاعبين فيه الشوط الأول، صار في تراخي صراحة الشوط الثاني بداية المباراة لين دقيقة 20 الفريق صراحة ضاع شوي تلخبطوا، لكن الحمد لله عمل المدرب تغييرات وأعتقد الحمد لله أن التغييرات كانت إيجابية، توفقنا الحمد لله وربي حصلنا على الثلاث نقاط والحمد لله هذا الأهم. أعتقد إن شاء الله أبو فهد يعطينا الخبر. أعتقد الجول الأول حق الوحدة أعتقد أنه فاول محورنا دي جوم الكاميرونو، كان في فاول حكم ما صفر وراحت الكورة مع الزوري وجابوا هدفهم، يعني هذا اللي يمكن لخبطنا بالكامل، لكن الحمد لله قدرنا نعدل النتيجة ونتعادل ونجيب الثالث، ودائما كرة القدم تكون شيقة لما يكون فيها إثارة زي كذا. والله شوف الحمد لله والشكر، يعني احنا ماشيين يعني بخطوات إن شاء الله زي ما وعدنا في بداية الدوري، مو عشان نفزنا احنا نقول يعني الفريق جالس يتجانس شوي 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 شوي، وإن شاء الله أننا جالسين نمشي بس يعني بالطريق الصحيح. عندنا مباراة مؤجلة إن شاء الله مع أشقائنا نادي التعاون اليوم الأربعاء القادم، وإن شاء الله نكون حصلنا بعد على الثلاث نقاط اللي إحنا والفريق عازمين على أننا نحصل على تسع نقاط في المباريات القادمة. الحمد لله حصلنا على ثلاث ضمك وثلاث الوحدة، وإن شاء الله نكمل الثلاث القادمة ونكون إن شاء الله وضعنا جيد إن شاء الله. ترى كل الفرق ما في فرق، يعني مباراة تطلع ثلاثة مراتب ما في فرق بين الفرق، لكن يعني بهالمناسبة أقول يعني نادي الرايد ونادي التعاون حظيظين اننا موجودين في بريده، واتمنى ان شاء الله من الجماهير جماهير الرائد وجماهير التعاون يحضرون المباراه القادمه نستمتع ان شاء الله مع بعض، ومباراه الرائد والتعاون دائما ما تكون مباراه نظيفه خاليه من الكروت خاليه من كل شيء، فاودي ان شاء الله انهم يكونوا متواجدين يعني يعكسوا مدى الوعي الرياضي اللي موجود في المنطقه، وان شاء الله نقدم مباراه تليق بالطرفين ان شاء الله.